مراقبة مسلطة على بوابة حظيرة الماشية التي يمتلكها بعدما لاحظ حركة ليلية غير اعتيادية، وفوجئ حين سجلت قيام إحدى الأبقار بفتح بوابة الحظيرة مستخدمة لسانها الطويل، ولم تكتفي بذلك بل اصطحبت معها بقية القطيع في جولة مسائية للاستمتاع بالطبيعة قبل العودة الثانية لاستكمال الليل داخل الحظيرة. يعني طلعوا ورجعوا، المهم في نهاية